إنه متهم بالاغتصاب. السلام عليكم خوتي السبورتيف، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. الصراحه جبت لكم واحد الخبر محزن، لان اللي كيمثل مستر اولمبيا واللي كيمثل الناس ديال كمال الاجسام شاون رودين متهم بالاغتصاب. حنا باقي ما عرفناش الحقيقه واش نيشان ولا. المهم راه كاين شي تطورات غنقولها لكم دابا. المهم هاد السيد هذا شاون رودين هو اللي ملك ديال مستر اولمبيا، هو اللي ربح العام اللي فات. قال لك بان مشات عنده شي بنت باش تهنيه بالمستر اولمبيا انه ربح في المستر اولمبيا. ايوا مشات عنده الاوتيل، هو التهنئه ديالو دارها بالطريقه ديالو، ما نعرفوش هادشي ولا صحيح ولا غير يعني اعداء ديال النجاح ما نعرف. المهم ما داكشي غيبان بشويه بشويه. قال لك بان اغتصب ديك البنت في اوتيل فوقاش جات عنده تهنيه، هو هناها بالطريقه ديالو، وهادشي الله اعلم. المهم اخر الاخبار بان قال لك الفحوصات، داروا الفحوصات ديال الدي ان اي، لقاو بان ديك الماء ديال شاون رودين في ديك البنت، يعني واحد الماده لقاوها الجسم ديال شاون رودين لقاوها في ديك البنت. دابا هذا الى نيشان هادشي حنا متبارين منه، لان اكثريه الناس كيتبعوه في الطريقه ديالو ديال لونطريمون وفي الطريقه ديالو ديال البروغرام ديال الماكله ولونطريمون، يعني بزاف د الحوايج. الا كان هاد السيد كيتعدى وتبتت عليه التهمه، حنا متبارين منه والناس جميع الناس ديال كمال الاجسام متبارين منه. اما الا كان يعني بريء والله يفكس راحو. هو راه مهدد هذا العام هادي ما غاديش يطلع الاولمبيه، لان التهمه هادي يمكن يدخلوا للحبس والله اعلم. دابا بقاو معنا ونجيبوا لكم الاخبارات ان شاء الله الجايين، ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله غنحط لكم الاخبار. الا كان شي خبرات غنجيبو لكم. طلعوا الدراري ما تنساوش ديروا جيمو تبارطاجيو باش يوصل هذا الخبر للناس باش يعرفوا شنو كاين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.